هدول العالم حبسوني هون ماما، لهيك بنصحكم لضيع وقتكم معي. روحي بسرعة ودوري ورح تلاقي الدليل ضد لميشا. دورجة بترجاكي روقي، بترجاكي العيات والصريخ ما رح يفيدك بشي هلأ. اهدي بنتي، هاي اجت روشني. ليكي روشني، لازم نتصرف وبسرعة. روشني نعم. بترجاكي بس كوني واثقة فيني وبالشي اللي أنا عم أقوله. ميشا هي المجرم، لهيك بترجاكي عملي شي. إذا بتريدي روقي أمي، ما منقدر نتهم أي حدا بدون إثبات، وأنت بتعرفي هذا الشي. رح تعرفي إذا بتدوري على الإثبات. هي أنا عم قلك، هي اللي قتلته لشيف وعم تمثل علينا كلياتنا، وهي مخططة لكل شي. إذا بتريدي صدقيني. طيب ماشي اسمعيني، حتى أنا بدي لاقي الشخص يلي قتله لبابا، بس إنك تتهمي أي حدا بهي الطريقة وبدون أي إثبات، صدقيني ما رح يمشي الحال. وكمان بهي الطريقة عم تخلي وضعك يصير أسوأ. ولا أنت ما بدك تطلعي من هون يعني؟ طلعي هني أستاذ. أيمت رح نطلع بكفالة؟ سيد هارت عم بيحاول جهده إنه يطلعك من هون، بس إذا بتريدي روقي شوي. بترجاكي اهدي وارتاحي. ليك سيد هارت، على القليلة أنت بتفهم بالمنطق شوي. حاول بس هاي المرة تصدقني إنه هديك البنت يلي اسمها ميشا مريضة نفسية ورح تكون خطر عليكم أنتو كمان.